مصطفى، اش حزب الاستقلال اش المقاربه ديالو ولا الدعم اللي غتقدموا لمجلس المدينه للناس تاع الحوز المتضررين من الزلزال تاع 8 شتنبر 2023؟ نعم، اذا بهذه المناسبه نحاول ما امكن ان نطرحهم ونجدوا الترحمات على الضحايا، ونحاول ما امكن نديروا اشاده طبيعه الحال بالحكمه والتبصر ديال جلاله الملك في معالجه هذا الزلزال بطبيعه الحال والضحايا ديالو وديك الشيء هذا، ونحاول ما امكن على انه نتنيو على الهبه الشعبيه اللي كانت، ونحاول ما امكن انه نتنيو على الدور الطلائعي اللي لعباته الجمعيات بطبيعه الحال، واللي حاولت ما امكن ان ترسم واحد الصوره حضاريه ديال كيفاش المجتمع المدني بالامكان انه يتضامن في مثل هذه الازمات. حنا بالنسبه لنا فعلا الجماعه ديال الدار البيضاء غتحاول ما امكن انه دير دعم، كاين دعم عيني وكاين دعم مادي. بالنسبه للدعم العيني، المقاربه ديالنا حنا كنقولوا بانه اصبح تجاوزه الزمن، لانه بالنسبه لنا غدير المانطات غدير الخيام غدير هذا، هذا الشيء ولا عندهم اكتفاء ذاتي، ما بقاوش خاصهم هذا الشيء، فهمتي؟ بالنسبه للدعم المادي تقرر على انه نساهموا في الصندوق ديال 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 التضامن مع الضحايا اللي خلقوا صاحب الجلاله. بما ان بطبيعه الحال هذا الدعم مرتبط بالشق الاجتماعي، خصو يمشي من الريبريك الميزانيه ديال الجماعه اللي مرتبطه بالشق الاجتماعي. ملي كنقولوا الشق الاجتماعي ماشي اجتماعي صرف، فيه الثقافي فيه الرياضي فيه هذا. حنا بالنسبه لنا المقاربه ديالنا هو انه بالنسبه لنا قررت الجماعه ديال الدار البيضاء على انه تاخذوا من المنح ديال الدعم ديال الجمعيات، وبالنسبه لنا حنا كنعرفوا بانه تم التعسف على الجمعيات بعدا في الميزانيه ديال 2002، واحد المجموعه ديال الجمعيات تحرمات من الدعم وهذا، وبالتالي حنا بالنسبه لنا الا كنا تعسفنا عليهم ما نجيوش نغبنوهم عاوتاني ونحرموهم من الدعم، لانه الدستور المغربي كيرقاب مستوى المجتمع المدني على انه يكون شريك اساسي في التنميه، وحنا خصنا نحاولوا ما امكن نعطيو سبل الدعم باش يقوم هذه الادوار ديالو. وبالتالي حنا كنقولوا على اساس انه بالنسبه لنا يمكن هذا الشيء يتخاذ من الانشطه ذات الطابع الثقافي اللي حنا مبرمجين خلال هذه السنه. يعني مثلا انا نقول لك في عوض ما ناخذ مثلا الدعم بالنسبه للجمعيه كتقدم خدمه للاشخاص في وضعيه الاعاقه، نحاول ما امكن انه ناخذ المخصص اللي دايرنا بالنسبه لمهرجان العيطه. حنا بالنسبه لنا كنقولوا على انه الحادث هو حادث مؤلم وبطبيعه الحال خصو حداد، الحداد الرسمي فيه ثلاث ايام، ولكن في الثقافه الشعبيه ديالنا في العائلات وداك الشيء كيمكن الحداد يدوم اكثر من ثلاث ايام، علاش ما نديروش حنا حداد على مستوى جماعه الدار البيضاء في سنه، وفي هذه السنه نقصوا ما امكن من جميع الانشطه اللي فيها الغناء فيها الرقص فيها هذا، لان لا يعقل على اساس. بالنسبه لكم المقاربه ديالكم الدعم اللي يخصو مجلس المدينه للانشطه الثقافيه والاجتماعيه توجه لهاد الناس على الحوز هذا ولا؟ لا، ماشي احنا كنقول المهرجانات، دابا الجمعيات الثقافيه نعطيوها الدعم، الجمعيات الرياضيه نعطيوها الدعم، الجمعيات اللي كدير العمل الاجتماعي نعطيوها، ولكن كنبرمجوا حنا مهرجانات ثقافيه كبرى عن طريق كازا ايفنت، عن طريق واحد المجموعه ديال الحوايج وداك الشيء، هاد المهرجانات هما المخصصات الماليه ديالها، نحاولوا ما امكن نديروا هذا، ما يمكنش حنا اليوم نجيو نبداو نغنيو نبداو نرقصوا على جثث الضحايا ديال الحوايج، المفروض انه